السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عامل حساب جديد على الزوم ونبدأ نشوف نظبط بعض الاعدادات. الاعدادات الافتراضية مش بتكون كلها حلوة فبنبدأ نظبطها. الويتنج روم دي انا شايف انها حاجة لازم اساسية ان يبقى فيه ويتنج روم، الناس ما تدخلش مرة واحدة، لا لازم تشوف، لان ساعات بيبقى هاكر او ناس مثلا اللقاء خاص، ف يعني لازم تفعل الخاصية ديت. دي خاصية لو انت عايز تعمل بلوك لليوزر اللي هم يخشوا من اماكن معينة، دي خاصية حلوة بس ما بستخدمهاش كتير. يعني اللي هو لازم الشخص اللي يدخل يبقى ليه عنده حساب في الزوم كده، دي بتفيد ان انت تسيطر على الناس اللي هي بتدخل عندك. دي بيقولك ان الشخص يبقى الهوست الفيديو بتاعه اوتوماتيك يبقى يكون مفتوح، انا ما مفضلش كده الصراحة. هنا يعني بيقولك إمكانية إن الناس تدخل قبل الهوست ممكن تفعلها. عايز تضيف ووتر مارك مثلا معينة، على الشيرد كونتنت أو الفيديو فيد. دي خاصية حلوة أوي إن هو أوتوماتيك أي حد يدخل الغرفة يبقى معمول له ميوت. بدل ما يدخل ويلاقي الصوت بتاعه اشتغل بدون ما يقصد. اوتو سيف، ممكن تعمل سيف اوتوماتيك للشات. هل انت عايز الناس تشير ملفات ولا لا؟ ممكن تقفلها عشان تقلل الفيروسات. هل يبقى ينفع في كوست ولا لا؟ او افعلها يا ريت. هل انت عايز يبقى فيه سيرفي ولا لا؟ الخاصية ديت ممكن تفعلها، اختيار كويس. خلي التول بار بتاع الميتنج كنترول ظاهر. مين اللي يقدر يعمل سكرين شيرينج؟ ممكن يخليها الهوست بس او كل الناس. الانوتيشن احنا عايزين نسمح للناس كلها ولا عايزين بس الراجل اللي هو بيعمل شير؟ انا افضل only the user who is sharing can annotate. ليه؟ لان ساعات ناس بتعمل مشاكل في القصة ديت، تكون انت بتشرح وتلاقي حد عمال يرسم لك حاجات ملهاش لازمة. slide control هل تحط كل الايموجي ولا دول بس؟ لو انت شلت حد لو ريموفد بارتيسنت ستور ريجوين، يعني حد انت قلت لا ان هو يخرج، هل من حقه ان هو يخش تاني ولا لا؟ هل من حقهم ان هو يغير اسمه بعد ما يدخل ميتنج ولا لا؟ يعمل رينيم لنفسه. كده انت بقى ممكن تعمل بريك اوت روم، تقسم ريموت سبورت. ده الباك جراوند، هل في فلتر ولا مش عايز انت فلتر؟ الايميلات طبعا انا بزهق من الايميلات الصراحه، بس يعني انا اعمل حساب مستقل فمفيش مشكله. هو مفيش عربي، كله بالانجليزي. دي اهم الاختيارات. تعال نبص على الاختيارات بتاعت الريكوردينج او التسجيل.
دي اختيار خاص بالتسجيل الريكوردينج، فبتبدأ تشوف انت عايز تسجل ازاي. بقول له خلي فيه اكتف سبيكر مع الشيرد سكرين. بقول له الريكورد جاليري فيو اللي هي الناس اللي بتتكلم مع شيرد سكرين. هنا بيقول انت عايز تفصلهم كل واحد لوحده ولا عايزهم مدمجين مع بعض. ممكن تضيف تايم ستامب عشان تعرف التاريخ بتاع التسجيل دوت. اوتوماتيك ريكوردينج، اول ما تدخل يبدأ يسجل ريكورد انت لوكال كمبيوتر، لا خليها عند كلاود. هل انت عايز يلغي اوتوماتيك بعد فترة معانا من يومين 3 10 ايام، تحدد بعد الايام اللي المفروض ان هو يلغي فيها.